لكم يا غش ماني خايف عليكم. اصلا احنا اليوم يلا عرفنا هذا المكان الى علاقه بنجم. انت شنو ما تريدنا نشتغل؟ في الحلقه القادمه اي موضوع يتعلق باصيل يعني يتعلق بيه. صار البينا بد ما صار الدنيا شبيك اروح اصير يحب واحده ثانيه وراح يتزوج. المتمرد غدا 11 بتوقيت بغداد على MBC العراق وشاهد. رمضان يجمعنا.